ولسه مكملين معاكم في الاحداث الفنيه. وكاميرا ترانس كانت موجوده برضو الاسبوع اللي فات في العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل لخالد الصاوي وهنادي مهنا ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر. فيلم تماسيح النيل بتدور احداثه جوه مركب نيلي بين الاقصر واسوان، وبتدخل عصابه جوه المركب وبتبقى عاوزه تسرق بعض الركاب على المركب. والفيلم من اخراج سامح عبد العزيز. الاستاذ سامح عبد العزيز يا جماعه اللي انا بشكره من دلوقتي على كباريه وعلى الفرح وعلى تماسيح النيل وعلى اي شغل هنعمله تاني مع بعض. زمان انا كان ممكن كل فيلم اشتغل فيه اترجمه لك الرساله واقولها. دلوقتي حسيت ان الرسائل الكبيره مش هي اللي بتوصل. تصور اللي بيوصل هو الرسائل اللي بين السطور. البطوله الجماعيه دي شيء انا بدعو له طول عمري طول عمري. انا كنت في المسرح في كليه الحقوق رئيس فريق المسرح، كنت اللي كتبته واخرجته للمسرح. كل الفرق النهارده اللي بتقدمه بتقدم المسرحيات اللي مكتوبه كلها اقدمها علشان هي مسرحيات جماعيه. اشتغلت على مشروع المسرح الحر والسينما المستقل، وبالذات على فرقه الحركه المسرحيه اللي كانت بطولاتها كلها جماعيه وكنت بخرجها وبكتب معظمها وبمثل فيها برضو. كلها خدت منها فرص مهمه جدا جدا، ومع ذلك كانت بطولات جماعيه. ولما بدانا في البطولات التلفزيونيه والنجوميه السينمائيه والتلفزيونيه وبتاع، كان بيبقى دايما عيني ورهاني على ان انا ممكن ابقى حتى لو انا البطل الاول او الثاني او لو في بطوله جماعيه بنبقى كلنا ناجحين. لما بتبقى لوحدك او واحد لوحده وناس كلها بتخدم عليه، صدقني ما بتبقاش زي البطوله الجماعيه.